عن نسميها الميثودولوجيز. لما انا بدي ابني اونتولوجي شيء الميثودولوجي تبعها اخذنا اذا بتنتبهوا ميثودولوجي او ميثودولوجيز تساعدنا نفكر كيف نوصل للاحسن. مزبوط. من ناحيه انجينيرنج ومن ناحيه موديل قال اللي بناخذه تعرفوا بالسوفت وير انجينيرنج. لما درست سوفت وير انجينيرنج درست بسموها الووتر فول ميثودولوجي. اول شيء اول مرحله منقسم مرحله بناء السوفت وير ل سوفت وير سبيسيفيكيشن ريكويرمنتس ديزاين امبلمنتيشن تيست فاليديشن. هل في ميثودولوجي لا بناء الانتولوجي؟ هاي نسميها هذول الميثودولوجيز نسميها ستيب وايز. على فكره انا ضروري بقول ستيب وايز اسمها. هاي إشي خطواتي مش زي الميثودولوجي الدبل ارتكيشن اللي اخذناها كيف تهندس الانتولوجي. هذولاك بديك بسميها انجينيرينج ميثودولوجي. او في كمان محاضره اللي بنسميها عن الانتوكلين هذيك بنسميها موديلينج ميثودولوجي. هاي مش اي نوع من الميثودولوجي. الميثودولوجي اللي هي خطوات. طيب خليني اسال سؤال التالي. What are the phases of the ontology development life cycle? Taking into account that ontologies might be built collaboratively by many people. Let's discuss from where to start if you want to build an ontology for. أول شيء بدنا نبدأ نعمل ontology e-government. نسأل سؤال لأمجد. عندك هذا التيم الجميل وبدك تقسم عليهم كلهم تعال بدنا نبدأ الأنتولوجي. شيء أول خطوة بالضبط بدك تسويها؟ شو كلهم شو بدك أنت بدك توجه؟ شو بتقوله؟ نشوف شو الرئيسي. أوكي. بعدين كل مجموعة تأخذ مجموعة من الانتولوجيز. تشتغل عليها بس إيش طبعا نكون عارفين. ومش تقاطع بين هذول مع بعض انه يعني زي كوبونت يعني بتيجي انت هيك بتكون كلهم مستنوا شوي تعطلوا لكم يومين عبين ما اروح انا اجمع المين انتيتيز بعدين بعطي كل واحد منكم 10 انتيتيز 20 انتيتي ببلش يبحث فيهن ويبني فيهن وبعدين نقعد جلسه بتجمعهن مع بعض هيك قصدك. انا عندي ميثودولوجي ثاني اشتغلوا الأول مع بعض. شو يعني اشتغلوا؟ بحدد الدومين. أنا كلك بحدد الدومين. إيه قبل؟ بقعد أول إشي بشتغل عبين ما يصير زي ما حكى إنه في بيبين بالتريز وفي تفرعات موجودة. بعدين. هندسة المعلمين تتأصلوا فيها سيرفيسز يعني بتقدمها. آه. سريع أمجد. شو أنت تقصدك فيها سيرفيسز؟ أعمل ليست أوف سيرفيسز. يعني أمجد أول شيء أمجد غير وجهة غير مثل درجة تبعته. طبعا. طبعا هو مش مليون كده. هو هي سيرفيس ولا هي مثلا شو بتقول كمان تصنيفات حسب الفانكشن. طب أنت بنرسم الورم وأنت بنعمل الأول وأنت بنعملها ديكومنتيشن وأنت بنكتب البلوسز وأنت بنكتب الكونتكست فسر لنا. بس على الأساس شيء ثاني الميثودولوجي الثانية. الميثودولوجي الثالثة. كيف يعني؟ يعني انت اشي احنا متأكدين منه. وعارفين شو ال يعني السوسيولوجي. بس سوري الشغلة زي ما هذا المؤسسة بين معالمها وفاهمها. بداية شو أنا بحكي عن أنا بديش لا لا لحظة أنا بحكي عن إي جفرمنت فلسطين. ليجل بيرسون أنتولوجي في فلسطين. عشان تكتيك مع داتا عن ايش بدك تبنيه بعدين اشتغلنا انا اجمع داتا يعني ايش صحيح بدك تجمع داتا يعني شيء الداتا شيء الداتا يعني امور بدها استيضاح شيء الداتا زي مصطلحات حكينا عنها مثلا شوي شوي مش الثانيه كل واحد واحد نشوف القانون مثلا شو بصمم هاي الداتا قصده الداتا قصده القانون المصطلحات
الجلوسري هاي حكيت عنها. طيب انا بدي طيب خليني اخذ بدنا نبني للاي بانكينج، بدنا الوزائر والبنوك بدها تتوحد مع بعض تبني تتناقل بعض من بعض، بدنا نبني لهم انتولوجي. شو بنساوي؟ شيء جدا نحن نربط المستشفيات مع بعض. نفس الشيء؟ نفس التقويم. طيب. بايو انفورماتكس. معلومات حيوان. تعرفوهاش؟ بيولوجي. كلكم شيء البايو انفورماتكس. في شيء اسمه الجين اونتولوجي. هاي الجين اونتولوجي فيها تصنيفات كل الجينز. جينات. جينات والكاركترستكس تبعتها بتاعت كل جين. تستعمل في شيء يعني عملاق كبير جدا، تستعمل في الابحاث العلميه. كيف ناس بيكتبوا الجوريثمز بيكون عندهم داتا عن فحوص طبيه لناس كثير والى اخره، واستمارات كم عبيه من الناس والى اخره. واحد بده يكشف علاقه الدخان بالسرطان الرئه، انها ما فيش علاقه بده يكشف. مش انه في علاقة، يثبت انه فيش علاقة بين وبربط هاي. وهلا بحاجة هو يستعمل ايش؟ هاي اللي هي الجينات، هاي انتولوجي صح؟ طيب بدنا احنا نبني هاي الانتولوجي. كيف الميثودولوجي اللي بدنا نبني هاي الانتولوجي؟ مش هذول، هذول مش بهم بعض. وهي هاي كيف نبدا اول خطوه نبنيها؟ نحدد شو المعلومه اللي احنا بدنا نجيب خريطه انتولوجي اجل. بنجيب حواريش بنروح على هذا مش عليهم مثلا ايش بدك؟ بس تخيل يا امجد انه انت بدك تنزل في عطاء لبناء انتولوجي، وهذا بدك تنزل في عطاء. كل لحظه التيم هذا بتعطل فيه، كل واحد من 20 واحد بده يبني انتولوجي. ما نقعدش نخليهم يشتغلوا بعدين ما نكرر شو بدنا، يعني كل لحظة تدفعوا إجرتها من جيبتكم. بدنا ننزل بعطاء، يعني معنى آخر بدنا نحسب حساب التكلفة، يعني معنى آخر شيء بيست وي تو بيلد أونتولوجي. طيب بدنا نبني أونتولوجي لسيرش إنجن، أونتولوجي متعددة اللغات لسيرش إنجن، عشان إنه إيش يساوي؟ لما ابحث اقول له اعطيني اجازه، يعطيني كمان اذا في دوكمنت مكتوب فيها فاكيشن. وهي الانتولوجي لغويه بنسميها انتولوجي لغويه. بروح على القواميس؟ بروح على الورد. ولا مش بدك تكون معنا كذا هلا وهلا مجرد اللي بدي اقوله انا ميثودولوجيك كويستشن، ويتش تولز اند تكنيكس وي شود يوز. نستعمل بروتوجي، نستعمل اويت، نستعمل او ار ام، نستعمل فيزيو موديلا، نستعمل شو بالظبط؟ ولا مش لازم نحدد. Which languages should be used in which circumstances and which order؟ اول شيء نستعمل او ار ام، بعدين اويل، ولا هذيك بعدين هذيك، ولا 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 ولا. What quality measures should we care about؟ شو من الكواليتي ميجرز اللي بتخلي الانتولوجي تبعتك لما بيشتغل ظافر ومحمد كلهم خذوها بعين الاعتبار. What things we should we can we reuse؟ هل في شيء معمول في مكان ما ممكن هلا نرد نجيبه ولا لا؟ يعني تخيلوا هاي الليجل بيرسون، الشخصية الاعتبارية للمؤسسات، وهي مزبوط هلا مبنية بزنار، بس فرضنا احنا ما نبني زنار، ممكن نروح نشوف اذا في انتولوجيز شبيهه نستنير فيها. شنو خدها نستنير فيها افكار ممكن نعملها ريوز، او بعض الانتولوجيز نعملها ريوز. Which people should be assigned which tasks؟ ليش انت اعطيت هدى
الشخصية الأورجانيزيشن وعطيت مالك الناتشرال بيرسون. ليه؟ بالضبط حسب الباك جراوند خلفية كل واحد، واحد بيزبط بشغلي واحد بيزبط بشغلي ثاني. وهلما جرى في عنا أسئلة كثير. هلا اللي بدي أقوله إنه تعرفوا قديش عدد الميثودولوجيز اللي موجودة؟ هائل بيرمي all of them are wrong أو they are not good at least ومتتبعش ولا واحد. تخيل أنا إيش محاضرتي؟ أستاذ محاضرة عشو كلها مش عشان تعطيك ميثودولوجيز؟ فهمتوا رسالتي من هلا؟ تبعش ولا واحد غلط. غلط تتبع. هسه اعطيك منهجية وتقول لي انا بدي اتبع. ليش؟ كل ابلكيشن في له كل انفايرومنت انفايرومنت مدخلات ابلكيشن اشخاص ها but none is good because each project or application or domain is different and the background of the people involved are also different. هلا انا المنهجيه لناس جداد على بناء انتروجيز زي ناس خبره بالانتروجيز بجوز واحد من اللي بيبنوا لحال بدون انتروجيز ممكن يكون منهم دومين اكسبرت ولا كلهم مبرمجين فتختلف. وي ويل اوفر فيو بهاي الليكتشر بدنا نستعرض بعض الميثودولوجيز thus try to learn smartly تحاول تعلم مني بطريقه ذكيه مش بطريقة حرفية. شو عكس smartly؟ literally. مزبوط؟ And don't follow these steps literally. You should have your own methodology for your each for each ontology. لكل ontology اعمل design اعمل design لميثودولوجي. على فكرة إذا بدك تصدقني لما تبني software اعمل هيك. اللي بيقول لك في methodology كله بلا بشرب مية. انا بعرف كل الميثودولوجيز بدرس بس لما كل ما اجي ابني سوفت وير بس اصمم الميثودولوجي تبعتي كبر اي شيء باخذ بعين الاعتبار كل البارامترز اللي حواليك. شفت الرساله شيء ثاني؟ خلينا نستعرض جنرال ايشوز اذا بديش اسميهم ميثودولوجي. اول شيء ايدنتيفاي بيربوس اند سكوب بيلد بعدين نبدا الانتولوجي. كيف في نقطتين في شيء بنسمي انتولوجي كابتشر وانتولوجي كودينج بعدين انتجريت اكزيستينج انتولوجيز اذا بانيها انت من عده موديولز او اذا بدك تاخذ من غيرك او الى اخره اعمل ايفالويشن واعمل دوكيومنتيشن. شو اول ندخل على اول وحده اذا ايدنتيفاي بيربوس اند سكوب. ذير از نو وان ايديال انتولوجي فور سيرتن دومين يعني ideal ontology for نعمل اي government ontology وخلص. هل في فعلا بس اي government ontology واحدة؟ infinite صح ولا لا؟ there are always alternatives each abstracting different things and for different users كل واحد يعني نحط بعين الاعتبار دراسة انه فيش فيش ontology ideal في اشي good واشي bad بس فيش اشي ideal في اشي bitter بس مش ايديا. في كثير الترناتيفز وكل انتولوجي منهم بتركز على حتى لو في ماني و 10 جود انتولوجيز بس كل واحد منكم مركز على اشياء معينه. وات شود بي انكلودد ان الانتولوجي انا هذا وين انا قاعد امشي بالبيربوس والسكوب. وات شود بي انكلودد ان الانتولوجي اللي هم الكونسبت والريليشن شود بي سمارتلي ديتيرمند. كيف حكى امجد بالضبط النقطة اللي قالها أنا بجيب المين كونسبتس وبصير أوزع صح؟ بالضبط. هلا كيف؟ طب ليه ما جبت اسم العيلة؟ بدك تبني مثلا بيرسون أنتولوجي بتحط اسم العيلة؟ بتحط مواطن سلطة، مواطن غزة، فورينر، فلسطين، هاي الكلمات صح؟ ما تحطش اسم العيلة لأنه هذا مش كور كونسبت.
taking into account if possible many application scenarios. إذا بدك reach to reach reusability حط في راسك إنه هاي الأنتولوجي اللي بدي استعملها الويب سيرفيسز والمحامية في المحكمة بدهم يستعملوا الأنتولوجي ولما أستاذ بدرس في المحاضرة بده يستعمل الأنتولوجي ولما البنوك بتيجي تعمل فورم تطبع فورم على الورق بروحوا بيكروا الأنتولوجي وبأخذوا منها أفكار هذا كلها يوزر سيناريوز ولا لا كد ما بدك الأنتولوجي تكون ريوزابل كد ما بتحط سيناريوز في راسك اتفقنا؟ ضمن النقاط اللي حكيتها الانتولوجي اللي بنيتها لما بتبني ابلكيشن او سيستم لازم يكون مطابق لها تماما كمان مرة لازم لما تبني الانتولوجي وتحط اليوزر سيناريوز قبالك لازم الانتولوجي تطابقها لا لا مش تطابقها بنيت منها سوفت وير من الانتولوجي في شيء اسمه سوفت وير من الانتولوجي يعني بناء عليها بناء عليها لازم يكون مطابق لها ولا شو يعني مطابق في شيء اسمه مطابق يعني سواء شو السيناريو اللي بالضبط اعطيني مثال زي ما حكينا مثلا الاي دي تبع السيتيزن وعندنا ويب سيرفيس للسيتيزنز من وزاره الداخلية وبنينا انتولوجي لازم تكون طاقة لهم لا مش منطقة كل العالم بس الريجستر تبع الداخلية ما طبقناه استثنينا شغلات لا لازم هاي الانتولوجي انت بدك تكرر مو انا بقول لك مو انا هون بقول لك بدك تكرر من البدايه بدك تحقق كل متطلبات هاي السيرفيس ولا لا مع سبيل المثال في الاي جفرمنت اوتورتي فلسطين لازم ولا لا لازم بس بجوز نبني انطولوجي لشيء ثاني للجامعات الفلسطينيه هيك او للاي بانكينج روحنا شو دخلنا بوزاره الداخليه احنا ننكر انا بقول انا اللي هون بقول لك اياه انا اللي بقول لك اياه لاحظ انا بعلمك ميثودولوجي هون بقول لك كرر انت بخيارك انت كرر بدك ولا بدكيش اذا بدك الها سعر طيب هلا زي مثلا هل انت بدك تحقق انتروبرابيلتي بين سيستمز لما هذول انا بدي اورجيكم هلا يوسف يوزر سيناريوز يوزج سيناريوز للانتروبرابيلتي انتروبرابيلتي بين سيستمز زي الاي بانكينج الاي هيلث الاي جفرمنت الاخرين to improve search quality, communication between people and organization. حط كل السيناريوز اللي انت بدك تاخذها بعين الاعتبار. Future extensions should be anticipated. انه الانتولوجي هاي ممكن في المستقبل ايش؟ تتطور او نعملها extension. طيب. When you specify the purpose and scope, you should specify the following. What is the domain? That ontology, that the ontology will cover. شو الدومين؟ The notion of context. إذا أنا بقولش نحدد the context. كيف قال الأخ عزمي إنه أنا بروح طول regulations والقوانين اللي بتلزم. كل ال context نحدده. That is the scope, where the vocabulary interpreted should be valid. لازم تحدد. إذا ما حددتش من البداية توقع في خطأ وفي عيوب بيؤدي لك لمشاكل كبيرة. بصير في تداخل، بصير مرة تقول بدي إياها عامة عشان كل الدول العربية تستعملها، ومرة بتقول بدي بس ما هو هذا بزبطش إلا فلسطين، فبصير الأنتولوجي كسب منها عام كسبنا خاص. لا لا لا، من البداية احسن الدومين تبعك وحدد. For example, the scope of the legal basis of ontology is the set of all laws, regulations and representatives in the state. في الدولة. What are we going to use the ontology for? ليش نستعمل الانتولوجي؟ Enough description about what application scenarios are taking into account. فحدد اليوزر سيناريوز. بس be careful with the ontology usability reusability trade-off. هاي العلاقة بين اليوزابيليتي والريوزابيليتي بدك انت تحكمها. بدك تعرف من اولها شو اللي بتاع الكومبرومايز اللي انت بدك تعمله بدك اياها بس لفلسطين ولا بدك اياها عامه ولا بدك اياها وبدك تعرف شو بتربح وشو بتخسر اذا خليتها بهاي ولا بهاي ولا بهاي ماشي هاي واحد بعدين هلا نيجي للانتولوجي بنسميه الانتولوجي كابتشر شو يعني كابتشر
اللي هي بدك تلم تلتقط تلم الاشياء المهمه. قبل ما نقول كودينج نرسمها بور ام او نرسمها باول او نمثلها باول او عندك بمعنى اخر تكون المعلومه تكون المعرفه في راسك. شو قبل ما نبلش identify key concepts and relations, produce clear text definitions of these concepts, اعمل glosses جوز كل كيف تكتب الروسر مش عارف شو السوبر تايب صح. لمناهن لم بعدين نكتب الجلوسز. قبل ما تبلش تفصلني اكتب الجلوسز. اكتب الجلوسز هلا تكتب الجلوسز بيطلع عندك الجلوسز نص صح. بتروح شو بتساوي؟ ترسمها بتعدل تستقر على الرسم بترد ترجع تغير الجلوسز بترد تطلع على الموجود الجلوسز برضه موجود هنا. هاي بتروح وتيجي زي الدجاجة والبيضة بتروح وتيجي مرتين ثلاث. بعدين identify terms that refer to these concepts. يعني أنا مساعدني فيها يوسف عشان مساعدك. identify terms that refer to these concepts. يا عمان شو مقصود فيها؟ المصطلحات نفسها استعمل زائر ولا اجنبي ولا وين الكونسبت متفقين عليه مزبوط. بس الكلمه بدك تحدد هاي شيء مهم جدا. بصيرش زي ما كنا نستعمل غير قانوني الليجل الليجل فوق ليجل ها. طيب ايت سوري ريت كونسنسس. ما بصير تعمل انطولوجي وتقول او هاي الانطولوجي بالله مش ربنا يفهم. إذا مش كل الوزارات اجمعت عليها ليش ليش هلا كل واحد منهم يعمل انطولوجي بالله مش ربنا. طب بيجيني بعدين بقول طب بدنا نشرح عزل مار. بقول له لحظة شوي دكتور شرح عزل مار بتوافق عليها مين يا عمجان؟ لجنة الزمة. حلوة هاي لجنة الزمة ملاحظ علي؟ يعني ما أخذ تريج كونسنسس والكونسنسس تبعك على فكرة مش لسواد عيونك ولا لزرقهم من نشر لك إياها ومن أيدك ها؟ ليش منشر لها منشرها؟ لأنه أنت تلك متحرر الدقة والصحة وال 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 فيها مظبوط؟ طيب You may apply the seven steps for building ORM schemas somehow. Now, بعد ما سوينا هذول بتذكرين هم هذول شو هم؟ ايش؟ seven steps. بداية كل محاضرة بك في عندي flow فلو من ستيبس وكل محاضره بقت عن واحد شو هم هذول؟ حط الانتيتي بدون ايدنتيتي وكونسترينتس والفاكتس. كيف ذاكرتك سلام؟ كلهم مع بعض. يلا في الاور ام شو هم الستيبس اللي اخذناهم؟ اول شيء بنعمم بنحط ال اول شيء شو هم؟ الرو فاكتس سميناهم الاليمنتري من الامثله بنرسم بنحدد الاليمنتري من الاليمنتري بنرسم بنرسم بنشبكهم مع بعض بصير عندنا سكيما. بعدين بنحط هل هو اول واحد الماندتري بعدين اليونيكس بعدين بنحطهم كلهم هيك هلا وهون وهون مش مهم تعمل ميكس اللي بدي اقول هلا. بعدين انطولوجي كودينج او سبيسيفيكيشن او كاركترايزيشن اللي هي هاي اكسبليسيت ريبريزنتيشن اوف ذا كونسبتشواليزيشن ان سام فورمال لانجويج. المقصود فيها تستعمل اول ولا تستعمل يعني اوكي بعد ما تحدد هذول ان شاء الله على الورق بجوز هذول على الورق تعملهم صح ها. على فكره بعد ما تخلصهم اوف شو بصير سهل اذا المعلومه براسك 100% زي هيك روح اعمل
ال مش داتا بيس، روح استعمل اويل، رسمها ب ار ام، رسمها ب ار، نزل مدى. اونتولوجي كارد. هلا بدي ارجع هون انا يعني في الاونتولوجي كارد، كيف بدي اعرف؟ في شيء بنسميه البرين ستورم. برين ستورمينج يعني ريديوس اول بوتنشال ريبنتيرز اند فريزز. عادي وقف على هاي، حط قلم ورقه وسمهم كلهم، شو من المهم الاشياء المهمه، يلا نبلش نكتب. نلعب نامز فروم بي فروم فورم ذا بيسز فور كونسبت تيرمز نيمز. مرات الناونز هم اسماء كونسبتس، والفيربس اسماء بروبرتيز او ريليشنز. مظبوط. ذس سيستم كان بي سيمي اوتوميتد، وانا يعني بدي اقول لكم اياها في بعض الحالات، وحالات كثيره جدا مش شرط كل هذا الكلام نعمله مانيوالي، في سيمي اوتوماتيكلي. مثلا انا ممكن اروح اقول بدي اونتولوجي للاي بانكينج، واروح على الداتا بيس سكيمز هيك اوتوماتيكلي على كل الداتا بيس سكيمز تاعت البنوك، المها اوتوماتيكلي، اعمل اكستراكشن منها لين اسماء التيبلز. اوبس، وهاي اول نهاية. وين راح هون؟ ايدنتيفاي كي كونسبتس، واعتبر هذول كي كونسبتس اذا بتكرر في كل. ففي بعض في بعض الحالات ممكن ان نعمل اكستراكشن سيمو اوتوماتيكلي. Organize candidate concepts into groups. لما جمعناهم الكي كونسبتس نجمعهم لجروبس. Group related terms together. Exclude some terms if not relevant. إذا مش في البيربس وير سكوب تبعي. Keep notes of these decisions. لما أنت تعمل grouping أو تستثني إشي حط ملاحظات. هذا إذا كان مشروعنا كبيرة، تطلعوش على أنتولوجي هالكد صغير. ممكن إذا تعمل أنتولوجي كبير كثير. Group similar terms and potential synonyms together. ممكن الترم له synonyms إذا كانت الأنتولوجي لغوية. أو زي ما كنا ورجيتكم في مثال اللي هي في زنار، كنا جمعية شو اسمها equivalent classes. equivalent classes يعني معناها آخر أنهم synonyms، كلمتين synonyms. طيب use usable meta ontology, use modeling primitives in a consistent matter. في شيء اسمه type, entity, instance, relation, type. أنا أسأل محمد سؤال، ممكن أحط concept أسميه محمود عباس؟ ليش مش كي concept؟ مش كي concept؟ instance. هذا بدناش. أيوة بالضبط. طيب جريت القدس معك جريدة القدس؟ قول معك جريدة القدس؟ هدى معها جريدة القدس ثانية. كيف صار هذول تو انستنسز؟ نفس المسألة. لا القدس كمؤسس كمؤسس شوي لازم سألتني شو بتقصد بجريدة القدس؟ المكان البناية ولا الشخصية القانونية ولا الجريدة المطبوعة؟ حطها في جملة. لازم نحدد أشياء مرات. فلما نروح على هون الجروبس للتيرمز لازم إيش بكون أنا محدد شو هاي الأشياء. When several people are involved, each might be responsible on a group of terms. نقسمهم لناس. Semantic overlap with other must be right in the first place. يعني إذا في overlap زي ما قلنا لازم نعمله identification بسرعة. طيب terms produce definitions أو glosses in middle out fashion. شو يعني middle out؟ زي ما قلت لكم قبل شوية، أول إشي بروح بعمل glosses، بعدين برد أرجع أرسم أورين، برد أرجع أعدل glosses، برد أعدل middle out أو iterative methodology. Define a gloss for each term. These glosses will have to be revised later. كنا هذا الكلام. طيب. Define a taxonomy. بعدين بصير أعمل hierarchy. مليح؟ طيب. Ensure that hierarchy is indeed a taxonomy. شو يعني؟ زي ما هناك عملنا قبل شوية كنا شخص اعتباري، عملنا قسمنا الحكومة وغير الحكومة. Well.
if A subsumes B, then every instance of A must also, يعني إنها real subclass of. هون في مشاكل بتطلع معانا بالتقسيمات، هاي بالمحاضرة القادمة حنوقف الأنطوكلية، أو سوري بالمحاضرة السابقة هي المفروض نقول اللي هي الأنطوكلية، اللي كيف تبني إشي فلسفي، كيف تبني good classification. طيب عمل سكيب للتفاصيل، ديفاين البروبرتيز، شو من البروبرتيز اللي بتلزمنا؟ إذا بدك بقول هم اللي بنسميهم اللص، هذول الدوتد. شو من اللي شو اللي بلزمونا؟ الاسم الأول، اسم العائلة، اسم الام، الاسم السابق، ال 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 بعدين نحط الكونسترينت زي الأورين، نحط الكونسترينت اللي بتلزمنا. طيب هلا define some important instances. قد إنه يلزمنا نحط instances. ممكن الأنطولوجي تحوي على instances. بس مش بنحطها كclass، بنحطها كinstance. Some important instances might be added to the ontology if needed, such as Palestine, عرفات، Jerusalem. Jerusalem. concept ولا instance؟ instance. فممكن الانتولوجي تحوي على بعض الانستانسز، مش مشكلة، بس بكون عارف انه انستانس مش كلاس. طيب in case of large instances، اذا بدك على تحط value constraints and it is more convenient to have them separately، مثل بعمل لهم لينك مع زنار زي هلا خليني اورجيكم زي شو بالضبط بقصد. زنار عندنا هون هاي الانتولوجي، او فيش عندي انترنت، مش مشكله، خلص مش مهم، مش مشكله. اللي بقصده هو انه بتعمل لينك، حناخذ لما تيجي النار بشرح لكم بورجيكم اياها، انه بعض الفالي كونسترينتس، مش مشكله، بعض الفالي كونسترينتس بقدرش اعمل ليست لكل شيء، خلص بعمل لينك على الانتيتيز. هلا ادفانتجز اوف ميدل اوت ابروتش، في مش في بوتوم اب وفي توب داون، سوري في توب داون، في بوتوم اب، وفي شيء انا سميته ميدل اوت. على فكرة شو يعني ميدل اوت؟ يعني ساوي من فوق شوي من تحت شوي شوي بس، واطلع من النص على الاوت. يعني ابوتوم اب ابروش ريزلتس ان هاي ديجري اوف ديتيلز، تيجي من فوق انكريزز اوفرلاب افورت، اذا تيجي من فوق، اذا تيجي من تحت risk of arbitrary high level categories, risk of limited stability والى اخره. middle out strikes a compromise but it allows the ontology evolve gradually iteratively. على فكره انا بامن في خاصه في فلسطين تطبيق الحكومه الالكترونيه كله على بعضه، اذا ما كانش middle out اللي بيكون غير middle out فاشل، وحتشوفوا مارك ماي ويردز. شو يعني بوتوم اب؟ سوري، او شو بوتوم اب؟ انه بوتوم اب لو بدنا نبني الحكومه الالكترونيه في فلسطين، بوتوم اب شو يعني؟ السيتيزنز والموظفين الصغار هم اللي بصيروا يطالبوا ويتظاهروا بدنا نعمل حكومه الكترونيه، عمرها حياتهم بتصير. واذا اجى اللي فوق، اجى اللي فوق بده يعمل حكومه الكترونيه اصلا انه عنا كلام فاضي. فبدنا نحضر اللي فوق شوي ونحضر اللي تحت شوي وبعدين نشتغل. The higher level concepts naturally arise إلى آخره. طيب reaching agreement some suggestions. هلا أنا كيف أنت بنيت أنطولوجي يا سلام وبدك تجيب عليها، هاي أصعب مرحلة، تجيب عليها إجماع وطني. كيف تحصل على إجماع وطني؟ Ontologies are made to be agreed and shared، صح ولا لا؟ Thus, it is very important to make sure that people agree on them. إذا لا بلها ويشرب ميتها. طيب. How to facilitate reaching agreement. كيف نحصل على إجماعها؟ Well,
واحد الافكار بروديوس ا ناتشرال لانجويج تكست ديفينيشنز. يعني اذا حطيتها بالاول خلي المحاميه مش يفهموا اقبلوا يطلعوا عليها. طيب حطيناهم اياها جرافيكس بوريهم بروفيشن وورينا شافوها في جرافيكس وشافوا تحت الديفينيشنز يعني احنا من كلهم هاي ديكشنري فيها التعريف كلها طلعوا التعريف تعريف مليحه اوكي بلش يستوعب عليك الرولز مش تخليه المرسومات فوق اعملهم فيربلايزيشن اكتبها في الناتشرال لانجويج. ليش هون بيجمعوا عليه؟ لانه لما يشوفها يقراها بجوز يعطيك ملاحظات عليها بعدها بتفق معك. ها هاي احد الافكار. الأفكار الثانية يعني as domain experts to review the context, the glosses, the verbalized rules and the ontology itself in a graphical diagram or diagrammatic form. Ensure consistency with terms already in use. يعني use existing thesaurus and dictionaries. Avoid introducing new terms. مش تروح تحط لي مصطلحات جديدة. استعمل المصطلحات اللي مستعمله بالقانون. اذا مش هذا مش بالقانون استعمل حاجه موجوده في القواميس. تخترعش كثير وتتفلسف كثير وخليك اتعب. اذا عملت هيك بيساعدك انك تحصل على اجماع. indicate relationships with other community with other commonly used terms يعني synonyms variants. يعني اذا في synonyms الكلمه حطهم as synonyms equivalent classes عشان اذا مصر ظافر انه يسميها هيك كل العيونه كذا بنسمي لك اياها هيك بس اللي بتقوله انت هو كوفلنت اللي بقوله انا هيك اكسب الضغط. طيب جيف اكزامبلز اعطي امثله كثير وهل ما جرى انتجريتنج اكزيستنج اونتولوجيز ولا بديش احكي عنها كثير بس على الاقل لما تجمع هن الاثنين مع بعض تجمع تو اونتولوجيز او تو موديولز تاكد انه ما فيش بينهم انكونسيستنسيز. اه انتولوجي ايفالويشن يعني خلصت اخر السلايد. انتولوجي ايفالويشن في عندنا سيفرال تايب اوف ايفالويشنز. اول شيء بنسميه هل يا يوسف تقدر تكوب تقدر تعمل لي يوزابيليتي ايفالويشن لازم مع انتولوجي هاي ضابط كيف بدك تعمل له يوزابيليتي ايفالويشن مش يعني هيك validate whether the good whether the ontology produced satisfies at least the intended applications requirements. كيف تيجي بتقول لي تعال اول شيء انت ليش عملت الانتولوجي يا مصطفى؟ بقول لك عملت الانتولوجي عشان نعمل ويب سيرفيسز بين وزاره. قول لي ماشي هات هالويب سيرفيسز. هل كل الويب سيرفيسز ممكن نستعمل الانتولوجي؟ اذا ممكن اذا كلهم بيستعملوا اتس يوزر. إذا لا ماتوا ليس يوزر نعم ما هو لما أقول اليوزر قصدي هو شو اليوزر هو مش ال لا لا مش ال هون اليوزر أنو اليوزر طيب يعني السير يعني ال الابليكيشن الويب سيرفيسز يعني الابليكيشن هو الويب سيرفيسز قصدي مش اليوزر سيتيزن. طيب النوع الثاني شو يعني سينتكس ايفالويشن؟ بقول لك يا سلام اعمل لي سينتكس ايفالويشن لهي الانتولوجي. شو يعني املا؟ شو بتحكي؟ شو هي مثلا اذا كتبتها باول لازم تبقى فاليد صح ولا لا؟ ان كتبتها بوارين لازم تكون فاليد. بس هلا نعمل لوجيكال ايفالويشن. لوجيكال ايفالويشن يا مالك شو معناته لوجيكال ايفالويشن يا مالك؟ لوجيكال ايفالويشن شوف انه فيها لوجيكال ايفالويشن لا زي هذا مش لوجيكال. لا هذا مش لوجيكال. لوجيكال يعني انه كيمي التيرمز كلهم هدى حطي بطرحهم اي بي سي دي لازم يوضحهم بعض. لا تتذكروا بالاورم ما كنا ناخذ كيف بصير كونتراديكشن بين تيرمز صح؟ كل بديهيات طبعاً. لا كان بيعملهم contradiction و implication. يعني أحط هون مثلاً student sorry he a person وحط هون employee وهون student وحط هون شوي وحط هون إيش
بي اتش دي ستودنت، هاي سبتايب من هاي وهاي سبتايب من هاي وهاي سبتايب من هاي وحط هون الكاونتر اكزام من هاي توتال واكسكلوزيف هون. اذا سويت هيك شو بصير؟ لوجيكلي هذا غلط. نعم. بغض النظر شو اسمه اللوجيكال يعني كونتراديكشن، يعني في كونترينز كونتراديكتينج ايتش اذر. هو سينتاكس صحيح بس سينتاكس صحيح بس كونتراديكشن اخر ما اللي بنسميه اونتولوجيكال ايفالويشن اللي قلت عنه انت ليجل اللي قال سميه لينجويستيك ايفالويشن، بس هاي اونتولوجيكال ايفالويشن. هاي في المحاضره لما ناخذ الانتوكليب فاليديت وذ يعني هاي زي حطينا شخص طبيعي وبعدين حطينا تحتها حكومي وغير حكومي والغير حكومي سمينا ربحي وغير ربحي، هاي هاي في مشاكل انتولوجيكال هون انه ربحي وغير ربحي بس ليش اصلا نحطها هاي، يعني قصدي هاي ايفالويشن فلسفيه كونسبتوال فور امبليكيشن اند كونتراديكشنز. ورجيتكم مثال كيف هاي وهاي هاي سب تايب من هاي وهاي، طلع اطلع فوق اطلع فوق هاي في اكس هون بين هاي وهاي، هاي لوجيكال ايفالويشن صح؟ نعم. طيب سيك سم كايد لاينز، في شيء الكلاريتي تاعت الانتولوجي، ذا انتولوجي انجينير شود كوميونيكيت افكتيفلي وذ ذا دومين اكسبيرتس اند اسك ذا رايت كويستشنز. يعني اول شيء لما واحد بيقول شو اسمه هيك في ناس بيقول ها شو اسمه، هذول بنفعوش من الانتولوجيز كفرويه هذول ما زبطوش من الانتولوجيز. بدك تكوميونيكيت افكتيفلي مع الدومين اكسبيرت، بدك تعرف تسال رايت كويستشنز. ليش انا بكتب لكم استنى شوي انا مثلا امجد اذا واحد بالضبط هيك وعرض هويه مقدسيه شخصيه مقدسيه وكله، طب هو بيقول انك بتعيش بالقدس، طب اذا واحد مش عايش بالقدس مع هويه بالقدس هيك ها بعدين بقول له، طب اذا واحد مع هويه خضراء وعايش بالقدس يعني بدي اجيب له الكاونتر عشان اعمل هذا الاسئله اللي بتخليه تساعدني اعمل الايفالويشن الكوهيرنس. هاي عشان الكلاريتي الكوهيرنس ذا اونتولوجي شود بي انترنالي كونسيستنت، حكينا عنها اكستنسابيليتي وريوزابيليتي اند يوزابيليتي هم قدام. هاي الافكار اللي قلناها بلخص الكلام كالتالي، هاي مش منهجيه ستيب وايز تتبعها حرفيا، انا وصيتك شو تكون لا مش ما تتبعش، قلت لك قلت لك سمارتلي مش ليترالي شفتوا كيف بالتوتوريال اللي قبلها اخذنا اول كنا مفكرين حالنا بنعرف انتولوجين صح؟ بالتوتوريال كله مركز على شو يعني الانتولوجي ها؟ اكتشفنا حالنا ما عرفش نعمل؟ لا لا بنعرف 100% لا يعني بصراحه الكواليتي اللي كنتوا تشتغلوا فيها انتم مذكرينها انا بريسيرترز في ناس لسه واحنا لسه ما خلصناش، ذاك قدامنا محاضرات عام وافكار عام انه كيف نعمل انتولوجيز احسن ونتدرب اكثر ان شاء الله. يعطيكم العافيه. الله